السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. في مثل هذه المرحلة قد يركب طالب علم صغير نوع من الغرور، فأن يعطى ذكاء وقوة حافظة يحفظ ويفهم، يعتمد على ذكائه وعلى قوة حافظته ويزعم أنه بذلك سوف يستغني عن أهل العلم فيكتفي بمطالعته. قطعا إن أمثال هؤلاء سوف ينقطعون ولا يصلون إلى ما يريدون، لا بد من الانقطاع كما أثبتت التجارب. لذلك أخف ذكاءك وقوة حافظتك، نعمة من نعم الله، ولا تغتر ولا يركبك الغرور، تواضع واطلب العلم واسأل من هو أعلم منك واستفد حتى من زملائك. وإن تركت هذه الأسباب وزعمت أنك متوكل على الله والكتب موجودة والذكاء موجود والحرص موجود وقوة الذاكرة موجودة، أنت على خطر، انتبه لنفسك. انظر إلى من قبلك كيف طلبوا العلم، سلفك الصالح هل كانوا يطلبون العلم في بيوتهم في بطون الكتب أو يرحلون من مكان إلى مكان ليطلبوا العلم على المشايخ؟ هكذا كانوا يفعلون. لا تخالف منهج السلف حتى في طلب العلم، في طلب العلم والتحصيل اقتدي بسلفك وبالعلماء الأولين، علماء المسلمين الذين كانوا لهم رحلات في هذه الدنيا في طلب العلم، بذلك يحصل لك ما تريد بتوفيق الله تعالى.